كذاب مانيش كذاب كمل 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 معليش معليش انا كذاب هي ليسونسيال الديبار مقسم طينه عيط لي في الليل رحت وصلت للخداريه عيط لي قال لي زيدني 45 مليون علاه باسكو عنده الباسبور تاعي وتلاقيتني في حيدره وعندي ان فيديو صور ولد خالتي اللي يقرا في الانجليز زي مفكرك وقعدنا قصرنا واش قلت لخولد خالتي قلت له قبل عاد بلا عقل نسمعوا فيك بلا عقل انا نورمالمون عبد ما يقولكش كذاب انا درك ما قلتلوش كذاب سرقني رخصني قال لي ما قلتليش كذاب وكون جيت قدامي يا حبيبي ما تقدرش تهضر لي الهضره خلاص معنا يا اخو خلاص خلي عبد الرزاق بلا عقل كالمه اوكي خليني دوك اني تكالميت كيما يقولوا نهضروا كالمومون زاد عليا الاربعه تاع الصباح دا عليا 45 مليون فوق ال 250 مليون تزيد لها ال 15 مليون تاع البي اللي مدرح اللي صرا لي ان بروبليم عليه في فلادوان في الجي ليسونسيال البي قالوا ما توريش كي وصلنا لهنا انا ما قلتش ما سلكتوا لي دو جور في لوتيل وانا مسلكك في الجزائر باش كي نوصل للترك نلقى داري واجده فهمتني هذا باش زين نهضر معك ها 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 هذا بس قلنا نهضر معك زيد كاينه حاجه قال لي اسمح لي عبد الرزاق اسمح لي يا اخو هذا ماشي وقت الضحك يا اخو باش تفهم ماشي وقت الضحك خليه خويا العزاوي يهضر على روحه وانا نضحك انا ما